اسمي حسن النويس وأنا مدير قسم التسويق لمنتجع وفلل السعودية روتانا. احنا نتشرف ان احنا نكون اليوم جزء لا يتجزأ من سوق السفر العربي. شركة روتانا غنية عن التعريف، شركة عمرها فوق 25 سنة، بثت روحها من دولة الإمارات العربية المتحدة، والحمد لله اليوم عندنا أكثر من 60 فندق داخل دولة الإمارات وخارجها. أطلقنا بعض الفنادق الجديدة السنة اللي طافت، ومنها مثل ما تعرفون منتجع وفلل السعديات روتانا اللي موجود في إمارة أبوظبي، على تحديدا على جزيرة السعديات اللي هي تعتبر الوجهة السياحية الجديدة بحكم أنها مترابطة وايد بالفن، نفس متحف اللوفر اللي فتح من كم شهر. وغير هذا طبعا السياحة توجهها حاليا سواء عن طريق المنتجعات أو عن طريق المرافق السياحية اللي عليها أو حتى عن طريق جزيرة السعديات اللي تعتبر واجهة سياحية للبلد لارتباطها بالفن، وأكيد لارتباطها بالمحميات اللي موجودة عليها. أي شركة عشان تحافظ على نجاحها لازم تمشي بخطة ثابتة، سواء من الخدمات اللي تقدمها سواء من الشرائح اللي تلبي لها. ما شاء الله احنا في توجه تام، وعلى وعدنا القائم ان احنا نلبي من كافة الخدمات هذه. يتميز باشياء وايدة، يتميز بخصوصيته. مثلا احنا عندنا ما شاء الله 327 غرفة وجناح، وعندنا 13 فيلا شاطئية على البحر مع مسابحها الخاصة. اللي يميز المنتجع اكثر بعد انه هو يستقطب مش بس العوائل، يستقطب العوائل، يستقطب السياح الداخليين الخارجيين، الشرائح الألمانية البريطانية، ما شاء الله هذول السياح يحبون المنتجعات اللي عليها بحر، اللي موجودين في أماكن معينة أو محميات طبيعية، وهذا الحمد لله يلبي للشرائح الخارجية والداخلية اللي داخل الدولة. وطبعا هاي من توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا أبوظبي أنها تحافظ على المحميات الطبيعية اللي موجودة على جزيرة السعديات. مثلا احنا عندنا على جزيرة السعديات ثاني اكثر نسبة من فصيلة الدوغونغز او اللي يسمونها بقرة البحر، السلاحف، الغزلان، الدلافين. يعني هذا الشيء يساعدك بعد انك انت تسوق بس بالطريقة الصحيحة. طبعا بالعكس المعرض هذا انا اقدر اعتبره مثل منصة نتشارك فيها الأفكار، ولنا إحنا وللفنادق الثانية اللي موجودة ولكل ما يساعد في سياحة دولة الإمارات. والشيء الثاني بعد أنه يعتبر فرصة لنا كشركة روتانا أن إحنا نراوي العالم إحنا شو سوينا في آخر فترة، وشو قاعدين نسوي، وشو نطمح أن إحنا نسوي. هل يا ترى الطموح له حدود؟ إحنا طموحنا أن إحنا نتوسع في كافة دول العالم، وطموح ما له سقف. احنا منتجعنا مترابط في كذا شيء، مترابط في السياحة الداخلية، مترابط في الفن الأصيل عن طريق اللوح الفنية اللي داخل اللي في غرفنا. تلاحمنا أو دعمنا للحياة البيئية على جزيرة السعديات. أقدر أقول لك أن منتجع فلل السعديات روتانا كل زاوية لها قصة نقدر نعطيها لكم.